سلام يا سلام على أحد أساطير ريال مدريد. خانته الحياة في السنوات فرجع عصفور اسطح، ولكن رجع في آخر مشواره السقر، خاصة بعد خروج رونالدو قال لنا عيش في جلباب السير سبن. أنا بنزيما ناين وبنزيما يسجل يبدع، هو في رأيي من قاد الميرينجي للقب العام الماضي، وهو من يقود هذا العام للصراع على الواجهتين.